السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جميلة من قناة جميلة ABC. أحبائي وأعزائي المتتبعين الكرام، نتمنى يا رب هذا الفيديو يلقاكم بأحسن حال انتم وليداتكم. اليوم غنتكلم على التسنين عند الأطفال اللي كتعتبر مرحلة صعيبة في حياة الطفل وفي حياة الأم كذلك، لما فيها من المعاناة للاثنين معا، وأعراض هاد التسنين كتختلف من طفل لآخر. فكين طفل اللي كيعاني بآلام شديدة وبقيء وبإسهال، وكين طفل اللي كيعاني أقل بآلام خفيفة وبكاء. إذن إذا بغيتي تتعرفي أكثر على أعراض هاد التسنين ووقت البداية ديالو ووقت النهاية، وكيف أنك تساعدي طفلك وتخفي عليه، وكيف تهتمي بصحة أسنانه، فهذا اللي غنتكلم عليه بعد قليل، فابقي معايا. فبالنسبة للبداية ديال هاد السنين كتكون ما بين 4 شهور حتى 7 شهور، وكاين الطفل اللي كيتزاد وفي الفم ديالو سنه او سنتين، وكاين اللي كيتاخر في التسنين حتى كيكمل السنه الاولى من العمر ديالو. فهاد الاسنان اللي كتبدا في الظهور كتسمى باسنان الحليب او الاسنان اللبنيه، كتبدا بظهور اول سنتين في اسفل الفم وكتسمى بالقواطع الوسطى السفليه، ثم ظهور سنتين الفوق كتسمى بالقواطع الوسطى الفوقية، ومن بعد كتجي الأسنان الأخرى تباعا، القواطع الجانبية والأنياب والأضراس، حتى كتكتمل 20 سنة عند الطفل اللي كيكملها في ظرف 3 سنوات، إما أقل من هذه المدة بقليل أو أكثر بقليل. أما الأسنان النهائية فكتبدا تبان لما كتزول هاد الاسنان ديال الحليب، كتبدا من 5 سنوات الى 6 سنوات، وكتكتمل لما كيوصل الطفل 12 سنه تقريبا، وكتجي الاضراس الاخيره اللي كتسمى باضراس العقل اللي كتبان في سن 18 سنه الى 20 سنه. اذا شنو هي اعراض التسنين؟ من بين هاد الاعراض كنلقاو الالام، البكاء المستمر واللي كيبان من خلاله أن الطفل ما مرتاحش وكيعاني، كيكون عنده النوم مضطرب وعنده التشنجات والتوتر والقلق، وكاين الطفل اللي كيكون عنده كثرة اللعاب أي الريوق والقيء وأحيانا الإسهال. الخدود كذلك كتكون حمراء واللثة كتكون ملتفخة وملتهبة، والشهية كتكون عند الطفل قليلة، وكيبغي يعض كل شيء جا تحت يديه ابتداء من الحلمة ديال الأم ديالو إلى أي شيء صلب يقدر يخفف عليه هذا الإحساس. أما الحرارة ما كتكونش مرتفعة وما كتجاوزش 38 درجة. فحسب الأطفال كان الطفل اللي كيقدر يجي هاد التسنين مبكرا أي من الشهر الثالث وكيستمر شهرين حتى كيخرجوا الأسنان، وكان اللي كيتأخر حتى لسنة أو أكثر، وهذا ما كيدعيش للخوف، ولكن من الأحسن زيارة طبيب الأسنان للاطمئنان. فكيف يمكن لك تساعديه خلال مرحلة هاد السنين؟ أول شيء خصك تعمليه أنك تكوني صبورة، فالمرحلة مش سهلة، خصك تعطيه الحنان وتحسيه بالأمن لأنه محتاج للاطمئنان وهو في هاد الحالة. أعطيه خافض الحرارة إلى ارتفعت، لأننا قلنا بأنها كترتفع قليلا ماشي بزاف، غير باش تقدري تخفي ليه وتنقصي ليه من حدة الآلام. مسحي ليه بلطف وبانتظام الوجه ديالو بمنديل يكون مبلل بالماء باش تتفادي الالتهابات اللي كيسببها كثرة اللعاب. فركي ليه اللثة بلطف، إما بالأصبع ديالك اللي خاصو يكون نظيف، أو من الأحسن بمنديل نظيف ومبلل،
وكذلك تقدري تعملي ليه شي جيل ضد الالتهابات. هاد الجيل اللي كيتباع في الصيدلية واللي كيكون دون بارابين ودون كحول، ولكن هاد الجيل ما كينفعوش إلا كان كيعاني من كثرة اللعاب. أعطيه كذلك حلقة الأسنان لانو دونتير اللي كتكون مصنوعة من البلاستيك، ولكن من الأحسن تكون بدون هاد السائل بداخلها اللي يقدر يتقطع. فعمليها في الثلاجة في مكان نظيف وأعطيها ليه مرة باش تسكن ليه الآلام، لكن حذاري أنك توضعيها في المجمد لأنها غتجمد وتقدر تسبب ليه حروق على مستوى الفم. أعطيه رضاعة فيها الماء بارد ما يكونش محلى، فهذا غيخليه يحس بالراحة وغيعوضه على كل السوائل اللي ضاعت من الجسم دياله بسبب كثرة اللعاب أي الريوق. وإلا كان الطفل في سن الأكل أعطيه أشياء تكون باردة بحال الياغورت الزبادي أو لكمبوت ديال التفاح. فشنا هي الأشياء اللي خاصك تتفادي أنك تعمليها وقت التسنين؟ ما تستعمليش شي مواد مخدرة لأنها كتكون خطر والرضيع يقدر يبلعها، وكذلك تقدري تسببي ليه في شي مشكل على مستوى البلع. وما تعطيش كذلك الخضر والفواكه الطازجة، تقولي باش يعض فيها بحال الخيار الجزر أو التفاح، فهنا الطفل مازال صغير تقدر تحليه في الحنجرة وتسبب ليه في مشكل اختناق. وما تفركيش ليه اللثة بالكحول أي الكحول، وكذلك ما تستعمليش ليه العقد ديال التسنين اللي كيكون مصنوع من العنبر اللي كنسميه كوليد دونتيسيون. هذا كيكون يشكل عليه خطر كيقدر يتلف ليه على العنق ديالو وكيخنقه. وتفادي تعطيه الحلويات لي بيسكوي لان فيها السكر وغتسبب ليه التسوس، وكذلك الى عطيتيه العسل قبل سن السنه من العمر ديالو فهذا غير منصوح به لان المناعه ديالو كتكون قليله، خاصه المناعه من نوع معين ديال واحد البكتيريا اللي تقدر تسبب ليه مرض نادر بسبب التسمم الغذائي. اذا كيفاش تتاكدي ان الطفل كيعاني من التسنين وماشي من شي حاجه اخرى؟ فالتسنين ما كيسببش الحراره المرتفعه، فكيف ما قلت ما كتتجاوزش 38 درجه، وما كيسببش ليه الاسهال القوي والضعف العام. فإلا كان الطفل كيبكي وكيبان ان الحاله ديالو غير طبيعيه فهذا يقدر يكون بسبب مرض اخر لا علاقه له بالتسنين، فمن الأحسن مراجعة الطبيب. ولصحة أسنان الطفل ديالك شنو خصك تعملي؟ من أول ظهور هاد الأسنان خصك تهتمي بها، ولو أنها أسنان ديال الحليب أي اللبنية كتقولي أنه غيغيرها، إلا أنها كتبقى خص الاهتمام بها ضروري لأنها كتقدر تأثر على الأسنان الحقيقية والدائمة، فغسليها ليه مرة واحدة في اليوم قبل ما ينام. وعلمي الطفل ديالك الصغير وعودي على عادات تكون سليمة وتكون جيدة، بحال أنك تعوديه أنه يشرب الماء عوض أنه يشرب المشروبات اللي فيها السكر، وكذلك ما تعطيش الرضاعة فيها الحليب أو العصير خاصة في الليل وهو نائم في السرير. وإذا أعطيتي الطفل ديالك الأكل فما تدقيش معاه بنفس الملعقة، فتقدري تعطيه شي بكتيريا لتكون معدية. فالطفل من 0 إلى 3 سنوات لازم أنك أنت اللي تهتمي بغسل الأسنان دياله، فلما كيكون رضيع وكتبدأ تبان الأسنان نظفيها لي فقط بالماء ولا غير بمنديل مبلل، مسحي لي بها الأسنان دياله مرة واحدة في اليوم. ولما كتصبح عنده 2 سنين خاصك تنظفيها ليه مرة واحدة كذلك، ولكن بمعجون الأسنان اللي كيكون فيه الفلور قليل باش ما يقدرش يبلعو لانه مازال ما كيعرفش يخرج الماء من الفم ديالو. ومن 3 سنوات إلى 6 سنوات خصو يغسل الاسنان ديالو مرتين في اليوم بمعجون اسنان خاص بالعمر ديالو، يستعمل نقطه واحده صغيره بحجم البازيلا اي جلبانه
وعطيه المسؤولية أنه يغسل لوحده، لكن راقبيه وقفي حداه حتى يتعلم ينظفهم جيدا ويتعود ياخذ على الأقل دقيقتين في التنظيف. ودائما شجعيه على غسل الأسنان دياله بانتظام لتفادي التسوس، وعملي زيارة عند الطبيب ديال الأسنان مرة في السنة على الأقل باش تطمني على أن كل شيء على ما يرام. نتمنى هاد المعلومات حول التسنين تكون فادتكم، فإلا كان هاد الفيديو قدم لكم معلومات مهمة فشاركوها مع الآباء الآخرين، وشكرا للتشجيع المستمر وللتعاليق المحفزة واللايكات، وشكرا لكل المتتبعين القدامى والجدد، ومرحبا بكل مشترك التحق بالقناة. فعلوا الجرس ليصلكم الجديد، ولايك طبعا للتشجيع. إذن أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.